الشيء اللي شفته قبل شوي هذا اختبار قياس قوه العضله، ليش قاعد تسويه؟ عشان ان شاء الله اشوف استعدادي للعمليه. طيب كيف النتائج؟ ما نبقى لك بلا بالتفصيل، لكن الحمد لله في اخبار جدا طيبه وفي اخبار يعني. يا جماعه تذكرون الحاله اللي قبل كم يوم يوم قلت لكم الاوراق كلها طاحت ما ادري وش السالفه؟ الموضوع انتقل لرمضان مره واحده. وش سالفه رمضان؟ ليش كل شيء طاح منك بعد انت؟ شيل شو الطاقين، شوف شو. لا بس هذا طب شيل لا 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 بس طيب شيل الطاقين كله بس شويه بعدين كله قبل كده هذا كله ركب. طيب شيل الطاقين، شيل الطاقين، شيل الطاقين. هذه شيل شيل. اي ما في اي ما ادري وش جاء ملط كل شيء. خلني شوف خلني شوف. لا 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 ليه كويس؟ لا ما في كويس. انت الحين سمسم شجره. هذا قد اشتركت مع مطعم اكل صحي؟ انا عن نفسي والله ما قد اشتركت الا قبل 3 أسابيع تقريبا. تواصل معنا مطعم يبغى اعلان، قلت لهم دقيقه يا جماعه خلوني اجرب، اذا عجبني اعلنت، اذا ما عجبني والله ماني مخلي الناس يروحون يطلبون او ايا كان. وصراحه يعني مو بمجدي. ابى اتكلم لكم عن تجربتي عشان الجميع يستفيد منها. خل بعلمكم تصوري، اتوقع انكم تشاركوني نفس الشيء. انا قلت اكل صحي اكيد انه بيجيك ما له طعم، كنا اكل مستشفيات، ما في تنوع، كلها كم وجبه بسيطه، بيجيك ما في سناكس، يعني احس هذه كلها على بعضها بتخليني احس اني محروم مره. فجربت المطعم هذا الصراحه وكلمه حق والله ما حسيت بالشيء هذا. وانتم بتشوفون يعني بوريكم وبتشوفون ان شاء الله كيف وجباتهم تفتح النفس. في سناكس الصراحه لا باس، طيبه وتشبع، يعني سناك صدق. ايضا تحس انه لا في تنوع، في اكثر من وجبه مختلفه. طبعا هذه الوجبات انا وش اقول لهم؟ اقول لهم انتم حطوا لي اللي تبغون، فاجئوني. بس اهم شيء سعرات حراريه لا تتعدى السعر الحراريه الفلانيه. فشوف مثل ما تشوف ما شاء الله تبارك الله. في اشياء نسيت اقولها لكم، ما اشيل هم الاكل تماما، ادري ان اكلي جاهز وبالطريقه اللي ابغاها. ثاني شيء حتى لو في ناس مثلا عندي طلبوا اكل، لو اهلي طبخوا طبخ مثلا خلينا نقول مو بصحي، ما عندي مشكله، اكلي ايضا موجود. وحتى تقول ما تقدر تاكل لان اذا اكلت بيبقى الاكل هذا اللي انت جايبه طالبه. فهذا شيء يساعدك انك تنتظم بشكل اكبر. هذا مطعم فيت فاكتوري، اللي يبغى يطلب منه بحط لكم الان رابط، تدخل واتساب وتقول لهم وش تبغى. طبعا انت مخير، اما انك تاخذ زي الباقات هم حاطينها مثلا باقه تنشيف، باقه تضخيم، باقه مدري ايش، او انك انت بنفسك تصمم كل شيء، تقول لهم ابغى كذا جرام من الكاربز، ابغى كذا جرام من البروتين، انت يعني ومعرفتك بوجباتك. الميزة الأخيرة وهي الأحسن بالنسبة لي، إني متى ما بغيت الأكل سخنته وحطيته وأكلته، ما يحتاج تحضير، ما يحتاج إنك والله الوقت مرة، وسهلات حتى بعض الأحيان ما أطلع وأخذه معي، أموري طيبة. وإن شاء الله إني أفدتكم تجربتي. طبعا يوصلونك المكان اللي أنت تبغاه، وفي كود خصم AS يخصم لك 10%. يا جماعة عذرا، ما شاء الله تبارك الله صار في ضغط على رقم فيت فاكتوري الأول، ويقولون يعني الأمر خارج عن إيدينا وعلق الواتساب. فهذا رقم ثاني ما شاء الله تبارك الله، بادروا على طول قالوا هذا رقم ثاني، اللي يبغى أي شيء يتواصل معهم وبإذن الله بيجهزوا لكم الطلبات والاشتراكات.